ثواني. خد له كمان. عبده اكتب ايه؟ غير صالحه للاستهلاك الادمي، تستعمل علف للاسماك. جميل، نهر ابو اسود ان شاء الله. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا حاجه يا حبيبي. سميات؟ ايوه، هتحللوها في وزاره الصحه. الشرنوبه ساعات البي بيستوردها بتراب الفلوس ويحط عليها مواد كيماويه وبعدين يبخرها بالعزل. حتى ساعتك شم؟ شم يا فندم. ده غير اكل القطط اللي بيبيعوا للناس على انه بلوبيف. والجبنه الفسدانه اللي موتت التلامذه. والناس غلابه بياكلوها. اسفين لازعاجك يا فندم. في ايه؟ عايزين سيادتك في مشوار صغير. وتفتكر ده وقت مناسب؟ انا بنفذ الاوامر. اوامر مين؟ اوامر النيابه. انا معايا امر من النيابه بالقبض عليك. اتفضل انت وانا هحصلك بعربيتي. الافضل تيجي معايا دلوقتي. دي قلة ذوق وهتدفع ثمنها غالي. هتلبس هدومك ولا هتيجي معايا زي ما انت كده؟ ينصر دينك يا فايزه. وهفضل وراه كده لغايه ما اخليه يعترف ويجي يتسجن هنا ببالك. حياه عيونك يا صلاح، قريب قوي هتخرج. انا المتهم الحقيقي في قضيه الفراخ. انا اجرت المخزن من الشرنوبي بيه واستغليته في اعمال غير مشروعه. وادي عقد الايجار. انا اشتريت منه الفراخ على انها علف، وبعد كده بعتها للبقالين. وادي الفواتير اهي. وانت بسلامتك حسام علي؟ ايوه يا فندم. وادي الايجار. طارق في كليه الاداب. انا اتخرجت السنه دي. وبتشتغل ايه؟ مستني القوه العامله. ايه بقى اللي خلاك تسلم نفسك؟ لما قريت في الجرايد انهم قبضوا على الشرنوبي بيه وهو بريء، ضميري ما سمحليش. بعت لهم ضميرك ده بكام؟ هيدوا لك شقه ويصرفوا عليك الكام سنه اللي هتقعدهم في السجن. دلوقتي سعاده البي من حقه انه يرفع عليه قضيه طرد من المخزن، حيث انه استخدمه في غير الغرض المخصص له. اتفضل. هو خد منك المخزن وبيشتكي لي ممكن ما يهنكش اللي وعدك بيه، ولا انت واخد عليه ضمانات كافيه؟ يا فندم ما وعدنيش بحاجه، وارجوك تخلصني من عذاب الضمير اللي انا فيه ده. يا حضره الضابط البلدي فيها قانون، والقانون بيقول ان اعتراف سيد الادله. قدامك واحد بيعترف وانا بنت. حضرتك شايف ايه؟